السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو راح يكون لكيفية التسجيل في مسابقة الـ IEEE Extreme. بداية راح نفوت على الموقع الرسمي IEEEExtreme.org، بعدين بنختار Team Proctor Registration، Register as a Participant، فهو بيعملنا Redirect لموقع ثاني. بنعمل Sign In في Account الـ IEEE الخاص فينا. بعد ما نعمل ساين ان نختار خيار تيمز هون، فهون نوصل للصفحة اللي حنعبي فيها معلومات التيم تبعتنا. في البداية نختار اسم التيم، فوطن راح اختار انا تيم. باي ديفولت المفروض كونك سجلت باكونتك، هو راح يعرف الجامعة تبعتك لحاله فحيحطها هون. تأكد انها محطوطة جوردن University of Science and Technology، برضه حيحط جوردن. الزيب كود ما في له داعي. نوصل للممبر 1. هلا الممبر 1 هو التيم ادمنستريتور، هو الحدا اللي غالبا راح توصل الايميلات الاساسيه، فركزوا انه الحدا اللي يسجل التيم يكون متبع على ايميلاته الفتره القادمه. الاكسبيرينس هون انت بس في داعي انك تحطها 4 سنوات، باقي المعلومات راح تكون شوي ريستريكتد، ما بتقدر تضيف عليها اي شيء. بعدين لو بدك تضيف ممبرز اكثر على التيم تختار اد ممبر، تختار النمبر تاعه تاع الاي تريبل اي اكستريم. فمثلا انا راح اختار هذا النمبر، الاكسبيرينس مثلا راح احط 3 سنوات، الامباسادور اي دي اللي هو الاي دي تبعي فبتقدروا تختاروه، راح ابعث لكم اياه ان شاء الله مسج. بعدين بتعملوا سيف. طبعا التيم ادمنستريتور ما له امباسادور اي دي، اتس اوكي، بس الممبرز اللي انتم بتضيفوهم. بعدين اد كمان ممبر، مثلا راح اختار الممبر الثالث. 3 years والامباسادور اي دي نفسه. تمام، الان بس نخلص هاي الفقره من تعبئه معلوماتنا والتيم ميتس تاعونا. بكون مصفي انه نختار بروكتور اللي هو زي الدكتور، بكون مراقب لك خلال المسابقه عشان تمشي امورك بشكل رسمي خلال المسابقه. هلا هون في عنا في الجامعه اكثر من بروكتور، لازم يكون في لك البروكتور ممبر نمبر تاعهم. وبنفس الوقت لازم انه اللهم صل على سيدنا محمد تكون متابع معهم اول باول بخصوص كيف يعملوا لك كونفيرم لتيمك. هلا ان شاء الله اذا سجلتوا من خلال الاي تريبل اي كمبيوتر سوسايتي هم راح يوفروا لكم هاي الخدمه، راح يعطيكم بروكتر خاص في التيم تاعكم بالاضافه للبروكتر نمبر تاعه، وراح يضمنوا لكم انه الكونفيرميشن للتيم تاعكم تتم بكل اريحيه ان شاء الله. لما نخلص هاي المعلومات ونعبي البروكتر تاعنا راح نعمل سبميت. بعد ما نعمل سبميت بس نخلص بيعطينا انه التيم سبميتد سكسسفولي، وهيك ان شاء الله امورنا بتكون تمام بالنسبة للتسجيل.